هنية حولاني رضية أحملها بعيني صوت اسكندرية اسكندرية ورا شط الهوى اسكندرية ورا معنى الهوى ودنيا غنية حولاني رضية أحملها بعيني صوت اسكندرية البحر ورياحه والفلك الغريب يحملها جياحه ويرحل في المغيب البحر ورياحه والفلك الغريب يحملها جراحه ويرحل في المغيب يتمهل شوية ويتودع شوية وتعاني بالمية شط اسكندرية معدي كده مفيش حتى صباح الخير يا عم صباح الخير طب ايه دي اللي حصل في الثورة يا ترى ايه اللي هيحصل بكرة هنشوف ايه هنفضل كده خلينا عايشين وخلاص تفتكر ان هو ده الحل احنا عايزين نفهم تفهم ايه هو في حاجه تتفهم في كتير طب تعالى اوريك اللي انا نزلته من على النت وريني يعني لا عليك لا عايزك تتكلمي تاني مش معقول
اسالك يا محمد، اجيب لك ميه؟ دايق شويه. هجيب لك. ازيك يا حبيبي؟ ايه اتأخرت ليه؟ احنا مش بنتأخر ابدا. المهم انت رتبت كل حاجة زي ما قال الكتاب. انهي كتاب؟ مش مهم. دي نص الفلوس يا شطر معفنة دي. طب ليه كده؟ والنص التاني لما الناس يموتوا. ما هم حيموتوا. جهزت الناس اللي هيخلصوا؟ طبعا، وكل واحد عارف هيعمل ايه. عايز ارجع للناس واطمنهم. ولاد العم. ها انت فين؟ رحت فين؟ في اللي بيحصل في البلد. وشاغل نفسك ليه؟ وشاغل نفسي ليه؟ وشاغل نفسك ليه؟ انت مش شايف اللي حصل في بورسعيد؟ الاعلام ملوش غير السيرة دي، وخصوصا القنوات الرياضية ملهاش غير اللي حصل في بورسعيد. طب تعالوا اما نشوف. نشوف ايه؟ مش اخواتنا اللي ماتوا دول في بورسعيد؟ شوف انت اللي بيحرق ورايا عند تاريخك ونقى الأوضة المهمة اللي في تاريخك ورايا بقى. الصور اللي وقف يحمل المتحف، ولا الجيش اللي عايز يسلم السلطة ويمشي؟ يقول لك ما تقولناش طرف ثالث. طب طرف خامس؟ طب طرف سابع؟ انت عايز تفهمني؟ افتحوا لي الشاشة على المجمع. تاريخ مصر 200 سنة من التاريخ، ثروات العالم. العالم هيعود علينا بتعويضات. احنا لدينا في هذا المكان كتب وتاريخ مش بتاعنا، احنا كنا امناء عليه. عايز تفهمني ان دول مننا؟ دول منكو؟ حد بيطلع يقول دول مننا؟ دول بيمثلونا. هؤلاء الثوار النهارده اتحاد شباب الثوره بيتهم المجلس الاعلى وقوات الجيش بان هي اللي حرقت المبنى. يعني قوات الجيش اللي مأجره العيال دول هي اللي جايباهم؟ طب ما نطفي الاول وبعدين نتهمهم. طب احنا كنا فين؟ اللي وقفوا قدام المتحف واللي واقفين قدام الجيش الناحيه الثانيه، ليه ما جوش حموا المكان؟ زي ما الجيش ليه ما جاش حمى المكان؟ بيحمي مباني فارغه، مجلس الوزراء التاريخي فارغ، مجلس الشورى التاريخي فارغ، ما فيهوش جزء من تاريخنا، ما فيهوش جزء من تراثنا، ما فيهوش حياه مستقبل اجيال جايه احنا بنحرقها. مين دول؟ مين دول اللي بيرقصوا؟ مين دول اللي بيحرقوا لحظه بلحظه؟ في ايه؟ انت هتهرج؟ قلت ايه؟ قلت فين الفلوس؟ موجودة. هتعمل اللي قلت لك عليه؟ بس ممكن اسألك سؤال؟ اتفضل. انتوا مين؟ وبتعملوا كده ليه؟ هريحك. احنا ممار. وليه؟ علشان مش عايزين لكم تاريخ. انت بتروح فين يا عم انت؟ عمنا بقى. لسه افهم ايه اللي بيحصل بالظبط. افهم براحتك، انا سايبك ورايح على القهوة. هتزمر؟ هزمر. روح. المجلس كان محاصرا. ولماذا حصار المجلس؟
الشعبية، لأن البلد تدخل إلى الفوضى. الفوضى يا أيها السادة لها صانعوها، أمريكا، إسرائيل، النظام السابق. انظروا إلى مخطط الشرق الأوسط الجديد. لا تتحدثوا عن فرعيات. ما جرى في بورسعيد استكمال لما جرى في محمد محمود وفي القصر العيني وأمام مجلس الوزراء وأمام مسيرة وفلتم في الإفريقي. قادر تستمر هذه الدولة بطوف تفكيك الوطن العربي وإعادة تركيبه مرة أخرى. الذين يخرجون أحيانا لا يريدون الإسلاميين يكونون في هذا المجلس، فلنسقط هذا المجلس. عايز حاجة؟ حنسقط الجندوري اللي قبل وجه رغم عن أنفه لمسؤوليته الوطنية، وحنسقط محمد إبراهيم. كل من قصر يجب أن يحاسب، ولكن الحساب كيف يتم؟ والا دخلنا الفوضى، كل واحد عنده من حاجه يعملها. نحن امام دوله مطلوب اسقاطها، امام اقتصاد بينهار. لازم يكون في حل. طلع الضحك. انا مشغل الكاميرا. يلا حركش بقى. والنص الثاني هو اللي ضحك بقى ابن السبعة. طب تديني وداني. لا خلاص بقى نص سبعة. لا لا والله بجد. يلا اسكت انت. طيب يلا. طيب والنص الثاني ما يموت. لا مش عايز اقول ولا هضحك. طيب 3 2 1 ما هم هيموت. والنص الثاني خلاص بقى. ما انا ما ضحكتش اهو. شفت انا بفكر في شيء ثاني. طب مش هتطور النص الثاني ولا مالك يموتوا لوحدها. والنص الثاني لما الناس يموتوا هريح. طب يلا قول. طب مش عايز ربنا انت تقول قول. ما هم هيموتوا كمان مره.